وهن. بعدنا مستمرين معكم مستمعينا بهدى وهن من بانوراما. أكيد أحلى تحية لكل اللي عم بتابعونا. وقفتنا الأخيرة اليوم بحلقتنا الطبية عن عمليات الشد الجراحي التجميلي للبشرة بعد عملية التكميم. صارت من الأمور الشائعة عملية التكميم، ولكن بعد التكميم أكيد بيكون في ترهل للجلد، ترهل لجلد الجسم وأيضا جلد الوجه. اليوم حنتعرف على كل التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع من ضيفتنا الدكتورة إيمان صديق، أخصائية الأمراض الجلدية والتجميل والعلاج بالليزر. أهلا وسهلا فيك معنا دكتورة. أهلا وسهلا، مساء الخير، يسعد نهارك. خليني بس أسألك بداية، بعد عملية التكميم شو الحالات اللي بتشوفوها وبتجي لعندكم للعيادة، وشو أكتر الأشياء اللي بتكون مضايقة ما بدي أقول مريضة، ولكن اللي بتجي للعيادة أو بيجيكم للعيادة بعد ما يعمل عملية تكميم؟ تمام. الفترة الأخيرة بقينا يعني بنشوف عمليات التكميم بشكل كبير جدا وفي أعمار مختلفة كتير قوي، من سن صغير حتى دلوقتي. بنات كتير ما بقتش حابة تعمل دايت، تقولك ما عملت دايت كذا مرة وما ينفعش معايا، فبتلجأ مباشرة، أو يعني بعد تكرار دايت أكتر من مرة وما ينفعش معاها أنها تعمل التكميم الجراحي. طبعا أول ما بيعملوا التكميم من أول شهر بعد التكميم، أول مشكلة تيجي تقولك إيه؟ وشي بدأ ينزل، شعري بدأ يتساقط، في ترهل في الجسم داخليا. وطبعا ده بيفرق من حالة لحالة حسب العمر وحسب طبيعة الجلد وحسب الصحة العامة بشكل عام. يعني في حالات أنا شفتها عاملة تكميم مثلا من شهر كأنها فعلا يعني متجعدة، أو وشها نازل، أو شعرها في فراغات كأنها عاملة مثلا من سنة العملية وهي لسه عاملها من شهر. بس هيدا بعتذر دكتورة، هيدا كمان له علاقة بكمية الوزن اللي عليه الشخص وقديش نزل. أكيد في ناس جسمها بسرعة بينزل، ممكن تنزل أكتر من 10 كيلو في شهر واحد، وفي ناس لا بتبقى على مدار سنة ممكن تنزل عدد أقل كمان. فطبعا هو النزول البطيء أحسن كتير للشعر والبشرة، أحسن من النزول السريع بكتير. نعم. بالنسبة للحلول اللي موجودة فيما يتعلق بالوجه، هل بدها تكون حلول جراحية أو مع الوقت ممكن تنحل لحالها يرجع يشد الجلد لحاله، خصوصا إذا كان اللي عامل العملية أو اللي محتاجة لعملية شد هي صغيرة بالعمر؟ بالظبط كده. انا دايما بقول للبنات اللي بيفكروا يعملوا تكميم او اللي عملوا، بقول لهم ابداوا الاجراءات التجميليه في العياده بدري، ما تستنوش. يعني في واحده تقول لك لا انا هستنى لحد ما اوصل للوزن اللي انا عايزاه، هتنزل 30 مثلا كيلو او 20 كيلو، لا ده كتير قوي على الجلد، الجلد مش هيتحمل بعد كده انه يرجع بشكل كويس ويبقى شكل مريح للعين ليكي انت. فمثلا انا عملت العمليه من شهر او شهرين، ابدا اعالج المشكله اللي بدات تظهر معايا، التجاعيد، ابدا اعالج تساقط الشعر، ما استناش لحد ما اوصل للوزن اللي انا عايزاه، لان ده استحاله هيجيب معاكي نتيجه كويسه او نتيجه مرضيه انك تبداي متاخر. والله ممكن الواحد يبدا شوي شوي، هالشيء ممكن يعفي من العمليه بالذات مع التكميم، ممكن يعفي من عمليه شد جراحيه بعدين. ايوه ممكن طبعا، لو هي بدات بشكل تدريجي وبشكل كويس جدا مع الدكتور بتاعها اللي يعرف ايه اللي يناسب لوشها، في خلال سنه او اتنين مش هتحتاج تعمل عمليه، لان هي بادئه صح. وكل ما بتفقد وزن والوش بينزل، كل ما هي بتعوض بالاجراءات اللي عندنا. طيب شو الاجراءات الموجوده اللي ممكن يبلش فيها الواحد او تبلش فيها الصبيه او السيده اذا عملت عمليه تكميم ونزلت وزن يعني كبير نوعا ما؟ خلينا نتفق ان هو بيبقى فيه حاجتين على مستوى الجلد، التجاعيد وترهل البشره وترهل يعني ملامح الوجه بتتهدل شويه. وكمان مشاكل البشره اللي هو الشحوب اللي بيبقى موجود نتيجه اللخبطه اللي بتحصل في الجسم بعد التكميم. فدايما بقول نشتغل على البشره بالجلسات الخاصه بيها، جلسات المرممه، جلسات تحفيز الكولاجين، الكلام ده كله بيفرق جدا. وبالتدريج نعمل فيلر، يعني ما نعملش حتى الفيلر مره واحده، لا بالتدريج، لان هي عماله تفقد في وزن، فكل ما بتفقد وزن معين بنبدأ نديها بشكل نسبي الفيلر يعوض الوزن ده. نعم. ذكرتي نقطة كتير مهمة، هو اللي بيعمل عملية تكميم وكتير منهم شفناهم المشكلة ما بتكون فقط بالجلد، حتى الشعر
طبعا بيجوا بفراغات. بالظبط. شو الحلول كمان المتاحة للشعر؟ مشكلة التكميم عامة ان هي البيشنت بتيجي ما بتقدرش تاكل كويس، خلاص هي معدتها بقت بتتقبل كم قليل قوي من الاكل او ميه قليله قوي، فده للاسف بيساعد كمان اكتر على المشاكل وعلى راسها هو تساقط الشعر. الحاجات بقى اللي بتفرق كتير معاهم في الناس اللي بتعاني من تساقط بعد التكميم، البلازما ممتازه جدا، حقن البلازما بالبايتين او الماجلان بلازما، واحدث حاجه دلوقتي الريجينيرا، دي من الحاجات الممتازه جدا اللي بتحمي من التساقط الزائد وبتبدا برضو تطلع بيبي هير كويس. نعم، شو هي آخر واحدة ذكرتيها عفوا؟ ريجينيرا دي طبعا أحدث حاجة دلوقتي، وفكرتها بسيطة جدا. في العيادة بناخد خلايا معينة من فروة الرأس وبنفصلها وبنطلع منها محفزات ومستخلصات الخلايا الجذعية وبنحقنها تاني. نعم. ممتازة جدا بصراحة. نعم. اللي بيعمل تكميم بالتأكيد لازم ياخد فيتامينات بتساعده فيما يتعلق أيضا بعملية تساقط الشعر وإلى آخره. قد إيه بتساعد فيما يتعلق بالبشرة هيدي الفيتامين؟ في كتير منهم قد ما بيكونوا متضايقين ما بياخدوا الفيتامينات وبيهملوا هيدا الموضوع، لأنه مع العملية بتصور الدكتور بيعطي فيتامينات. طبعا اكيد بيبقى في اشياء تعويضيه بعد العمليه، لان الدكتور نفسه بيبقى عارف انها هتبدا تفقد حاجات كتيره قوي في جسمها، وهيحصل زي نوع من يعني عدم وجود نسبه معينه في يعني مثلا واحده هي ممكن يحصل عندها نقص حديد، ممكن واحده يبقى عندها اساسا نقص دال يزيد اكتر وهكذا، لان زي ما قلنا بيبقى عندهم مشكله كبيره قوي في الاكل. فطبعا الفيتامينات جزء مهم جدا، وانا نصيحتي دايما لاي واحده لسه بتفكر تعمل تكميم، قبل ما تعملي حطي بلان مع دكتور التجميل بتاعك الاول، حطي بلان مع دكتور تغذيه، بحيث لما تعملي العمليه، للاسف انا بشوف بنات فعليا نفسيتها بتتدمر بعد العمليه. نعم. بتتغير تماما، فانت من الاول اعرفي انت المفروض تعملي ايه بعد ما تعملي العمليه. نعم، بس دكتوره في اشخاص ما بيتاثروا بالموضوع، في سيدات في ما بيتاثروا. أكيد فيه، هو طبعا حسب الجسم وحسب المخزون بتاعك أنت قبل ما تعملي العملية، يعني بشرتك من قبل ما تعملي العملية كانت إزاي، شعرك إزاي، جسمك إزاي، كل ده طبعا بيفرق كتير. نعم. طيب قبل ما نختتم هذا الموضوع، في نصيحة معينة، في سؤال ما سألتك إياه بتحبي شغلة تنوهي عليها للمستمعين؟ أنا دايما بقول الحاجات اللي هي بينتج عنها مشاكل كتير في البشرة وبتضايقنا نفسيا، يعني نحاول نشوف إيه البدائل قبلها نلجأ إليها، يعني وما نستعجلش. يعني بمعنى إيه؟ التكميم أكيد ليه حالاته وليه الأشياء المناسبة ليه والحالات المناسبة ليه والأوزان المناسبة ليها، لكن أنا بشوف بنات كتير قوي مش محتاجاه وبتقبل عليه لمجرد مثلا 10 كيلو أو كده. لا، حاولي تلعبي رياضة، حاولي إنك تعملي دايت كويس، لكن مش على طول تلجأ الشيء انت عارفه بعد كده انه صعب وشك يرجع زي ما كان زي الاول. طبعا. او شعرك، فدايما يعني بالراحه كده على نفسنا شويه. نعم، شكرا جزيلا لك دكتوره ايمان صديق، اخصائيه الامراض حبيبتي. الجلديه والتجميل. شكرا شكرا العافية. شكرا جزيلا، مع الف سلامه. مع الف سلامه. اذا مستمعينا، اليوم وصلنا فيكم لنهايه حلقتنا، بتمنى لكم عطله نهايه اسبوع سعيده، وان شاء الله يوم الاحد القادم برجع بلاقيكم من جديد. الى اللقاء.